بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع الدرس العشرين من دروس الجافا سكريبت. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع مهم جدا، وهو كيفية الربط ما بين الجافا سكريبت والكاسكيدنج ستايل شيتس أو الـ CSS. الموضوع النهاردة متعلق بالريزوليوشن، متعلق بالريزوليوشن الخاص بالشاشة بتاعتي، درجة دقة ووضوح الشاشة. أنا بفترض إن اليوزر بيستخدم مثلا الشاشة 800 في 600، هو عمل السيتنجز بتاعت الشاشة بتاعته 800 في 600. طيب انا لو جيت اشتغلت وعملت موقع، ممكن الصور ما تطلعش بشكل واضح، ممكن الكلمات ما تطلعش بشكل واضح. علشان كده انا يهمني اقدر اعرف ان الشخص اللي فاتح الموقع بتاعي فاتح الموقع بتاعي ومظبط الريزوليوشن بتاعه على انه الريزوليوشن، هل اقل من 1000، هل اكبر من 1000، وهكذا. طيب نبدأ مع بعض المثال ان شاء الله. كود HTML عادي، وهفتح هيد، وجوه الهيد هكتب التايتل بتاعي، وبعد كده هعمل لينك عادي جدا لكاسكيدنج ستايل شيتس. الناس اللي درست ال CSS عارفة ان انا بعمل external CSS كاسكيدنج ستايل شيتس خارجي، وبعمل اشارة اليه عن طريق الكود الاتي. بكتب لينك REL وبكتب equal style sheet، بعد كده بقول له الملف هتلاقيه اسمه basic.css، ده الملف الرئيسي بتاع الكاسكيدنج ستايل شيتس بتاعي. نوع الملف عبارة عن text cascading style sheets، ده الملف الرئيسي بتاع ال CSS اسمه basic.css. طيب ده بالنسبة للجزء الأول من الكود. بعد كده هروح أعمل سكريبت عادي جدا. السكريبت دوت هيكون سكريبت جافا سكريبت طبعا. هعرف فيه متغيرين، المتغير الاول اسمه CSS name، والمتغير التاني اسمه resolution info، resolution information يعني معلومات عن درجة دقة وضوح شاشة اليوزر اللي بيستخدم الموقع بتاعي. بعد كده اروح اعمل if، هعمل شرط، هعمل اختبار لحاجة معينة. هقول له if، روح اعمل تشيك. تشيك على ايه؟ على السكرين، سكرين دوت افيلويدز. الافيلويدز دي عباره عن بروبرتي، بروبرتي خاصه بالاوبجكت اللي اسمه سكرين اللي هو الشاشه بتاعه اليوزر. بروح ابص على الويدز بتاعتها، عرض الشاشه، هل عرض الشاشه اقل من 650، يقصد 600 يعني 600 في 800 او 800 في 600، هل هي اقل من، اسف، هل هي اقل من 600 اللي هي ال 800 في 600 يعني، هل هي اقل من العرض دوت؟ ده اقل عرض ممكن اعرضه، اقل شيء بالنسبه لي بالنسبه للويدز بتاع السكرين بتاعتي اللي هو يكون بالمنظر اللي انتم شايفينه، اقل من 650. لو هو كان اقل من 650 اذا ده بعتبره لو ريزوليوشن. لو ريزوليوشن يعني درجه دقه وضوح، درجه دقه ووضوح قليله جدا. ده اقل شيء عندي ان هو يكون اقل من 650. في الحالة دي روح اكتب داخل المتغير اللي اسمه CSS name، اكتب جوه الجملة ديت، طبعا بكتبها بين single quotation او بين double quotation مش تفرق. روح اكتب lower او lowers.css، ده اسم الملف بتاعي اللي انا هشتغل عليه اللي هو CSS اسمه lowers.css، وهيكون information بتاعتي اللي هو المتغير التاني هيكون مكتوب جواه low resolution. ده بالنسبة لأول if. هنا احنا عملنا حاجه حلوه جدا، كتبنا اف كبلوك لوحده والالس بلوك تاني. يعني ده اف لو كانت السكرين دوت افيل ويدز اقل من 650، روح اسند للمتغير الاولاني القيمه ديت والمتغير التاني القيمه ديت، ما كانش يعني الس. طبعا بقفل القوس بتاع اف اللي هو الكيرل بريسز، اهو قفلته لاني فتحت هنا كيرل بريسز ما حدش ينسى، وبعمل بلوك اوف كود تاني. بص يا جماعه البلوك اوف كود ده عباره عن ايه؟ كل ده بلوك اوف كود، كل ده يعني لو ما كانش الاف دي هتنفذ، روح نفذ الجزء ده كله، روح نفذ الجزء ده كله. ادي الكيرل بريسز اهي مفتوحه، وادي نهايه الكيرل بريسز قفلتها اهي، حتى معموله بلون احمر اهي. لو كانت اف الاولانيه ما اتنفذتش اللي هو الويدز بتاع السكرين بتاع اليوزر اقل من 650، روح نفذ الجزء ده كله. داخل الجزء ده كله في اف تانية، يبقى دي الالس بتاعت اف الاولانية.
هنا لو ما كانش يروح يعمل ايه في التانية. دي فكرة برضو يعني، دي فكرة من افكار اف يعني، يمكن يكون ما شرحناهاش لكن هنشرحها في المثال ده. لو ما كانش يروح يعمل ايه في تانية. طب لو ما كانش اف ديت يبقى دي اخر حاجة في else، دي اخر حاجة في else، يعني لو ما كانش اف ديت هتبقى else ديت، يا دي يا دي. يبقى انا عندي ثلاث احتمالات عبارة عن احتمالين كبار، وداخل الاحتمال التاني في احتمالين. ادي الاحتمال الاولاني اللي هو اف ديت، ما كانش في احتمال تاني اللي هو else ديت، ماشي، يا الاولانيه يا التانيه. طب لو اشتغلنا في التانيه، جوه التانيه في احتمالين، يا اف يا else، تمام. هناخد اف الاولانيه ان يكون الويدز بتاعها اكبر من 1000، طبعا هيكون هاي ريزوليوشن. روح اكتب في المتغير دوت اللي هو السي اس اس نيم، اكتب جمله هايرز دوت سي اس اس، وفي الانفورميشن روح اكتب هاي ريزوليوشن. ما كانش بقى واحده من الاثنين دول خالص، روح طبعا هيكون ولا هو لو ولا هو هاي، هيكون ميديوم، هيكون ميديوم. طبعا ممكن ان انا اقول له يعني خليني على نفس الكاسكيدنج ستايل شيتس الاولاني اللي هو السي اس اس، لو حبيت تغيره يعني الكاسكيدنج ستايل شيتس الثاني زي ما انت عايز. اقول له لورز بار دوت سي اس اس، والانفورميشن هتكون ميديوم ريزوليوشن. هنا بقى اللي يهمني بعد لما تخلص خالص، روح اكتب دوكيمنت دوت رايت، اكتب التالي، اكتب كود اتش تي ام ال عادي. كود اتش تي ام ال عادي اللي هو عمليه الربط ما بين الكاسكيدنج ستايل شيتس والجافا سكريبت بقى. ده جزء سترنج وده برضو جزء سترنج. السترنج الاول بكتب فيه لينك ار اي ال بيكوال ستايل شيتس، الاتش ريف بيكوال، واعمل علامه الدبل كوتيشن، بعد كده سنجل كوتيشن عشان هبدا اكمل. طبعا هنا بعمل عمليه ربط اللي هو سي اس اس نيم، هيحط لي هنا اسم المتغير، وبعد كده التايب بتاعتي هكتبها ما بين اتنين سنجل كوتيشن، محدش ينسى يا جماعه السنجل كوتيشن هنا والسنجل كوتيشن هنا. ده بالنسبه للجزء بتاع الهيد، لازم الجزء ده يا جماعه يتكتب في الهيد. ليه كتبته في الهيد؟ علشان خاطر يتنفذ. اول حاجه كتبت الجزء ده في الهيد، الكود اللي كتبته من شويه بتاع السكريبت ده كتبته في الهيد علشان خاطر هو اللي يتنفذ في الاول. بعد لما اخلص خالص، خلصت طبعا وقفت لحد الجزء بتاع الدوكيمنت دوت رايت، خش جوه البادي بقى واكتب الكود التاني اللي هيتنفذ بعد السكريبت بتاع الهيد، يعني ده السكريبت التاني اللي هيتنفذ بعد السكريبت بتاع الهيد. طيب محد يسالني طب انا ليه كتبت السكريبت اللي انا ده في الهيد؟ لان احنا اتعودنا في الكاسكيدنج ستايل شيتس، الناس اللي درست سي اس اس، ان الكود ده اصلا بيتنفذ داخل الهيد، يبقى انا اكتبه داخل الهيد. الكود ده بيتنفذ داخل الهيد، اذا اللي هيحصل لو راح لقى الريزوليوشن بتاع الشاشه بحجم معين مثلا 600 في 800 هيروح يكتب الكلام ده، وبالتالي هينفذه، هيكتب الكود ده، مش مجرد كتابه، لا ده تنفيذ للكود بتاع الايه ال HTML ده اللي هو بيربط ما بين ال HTML وال CSS. الكود الثاني اللي هو السكريبت الثاني سهل جدا، هو عباره عن كتابه بس. روح اكتب كلمة applied style واكتب جنبها resolution info بس، هي ده هو ده اللي انا عايزه. هتكتب ال applied style وال resolution info بس، مش هتكتب اكتر من كده. اروح انفذ الكود بتاعي، هروح على البراوزر اضغط F5، قال لي انت شغال على medium resolution. طب هروح اغير الشاشه بتاعتي، هخليها مثلا 1024 في 768 واقول له اوكي، واروح اغير البراوزر بتاعي اهو، اقول له F5، قال لي انت طبقت الهاي ريزوليوشن، طبقت الهاي ريزوليوشن. وفي نفس الوقت يا جماعه هيستخدم، في نفس الوقت هيستخدم ال سي اس اس اللي انا مجهزه قبل كده اللي هو سواء لور او هاي. انا عارف ان الفكره صعبه شويه لكن مهمه جدا لاي مبرمج ان هو يشتغل بيها. يعني في الحاله ديت هيروح يطبق، في الحاله بتاعتي اللي انا شغال عليها دلوقتي هيروح يطبق الكود ده. طب الكود ده في ايه؟ في السي اس اس نيم اللي انا محضره بقى. هروح احضر ملف لور دوت سي اس اس، واحضر ملف مثلا ميديوم دوت سي اس اس، وملف هايرز دوت سي اس اس.
هو هيشتغل على واحد من التلاتة دول حسب الريزولوشن بتاع الشاشة بتاع اليوزر. وبكده نكون نهينا درس النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.